بداية حلقة اليوم مشاهدينا مع هنادي داغر مؤسسة منتدى بيوتي أند ويل بيينج ودكتور جاد نعمة شريك مؤسس بمنتدى بيوتي أند ويل بيينج، والحديث معهم رح بيدور حول معرض بيوتي أند ويل بيينج فورم يلي ينظم ببيروت كمنتدى جامع بين الجمال والصحة النفسية والجسدية على مدى 4 أيام بمشاركة 200 عارض لأحدث الاتجاهات بالعناية والرعاية والعلاجات المبتكرة، بالإضافة للمحاضرات والجلسات وورش العمل. كمان موضوع كتير مهم ونحن بحاجة لإله لكل هيدي التوعية، لهيك بدنا نقول لكم أهلا وسهلا، شرفتونا ويعطيكم ألف عافية. Thank you. شرفتونا وأهلا وسهلا فيكم. Ladies first. رح أبدأ معك، خلينا نحكي شوي عن هيدا المعرض يلي هو رح يبلش من 18 ل 21 نيسان بالفورم دو بيروت، يعني بعد كذا يوم كل الناس فيهم يروحوا. شو بيتضمن هيدا المعرض؟ قبل ما أحكيك عن شو بيتضمن هيدا المعرض، كنت عم تقولوا إنه بيروت ما بينعاش بلاها. بليز علق. ونحن من بعد كل شيء صار من 2019 لليوم، كان الأزمة الاقتصادية وكورونا والانفجار مرفق بيروت وهلا الحرب، ومن يومين ما عرفنا وين بدنا نكون. هيدا المعرض اللي عم بيصير هو اكزاكتلي كرمال اللبناني وكرمال كل الدول العربيه تنرجع نحط لبنان على خريطه الدول اذا بدك الاقليميه. نحن بهيدا المعرض عم نشوف الصحه النفسيه والجسديه للبناني، عم نغير نظرته للحياه. هذا المعرض رح يتضمن أكثر من 200 شركة، أكثر من 60 سبيكرز كانوا حكمة والعالم لمعوا بهذه المجالات اللبنانية. يعني إحنا عم نعمل إذا بدك هجرة معاكسة، عم نرجع منذكر اللبناني وغير اللبناني إنه من عنا انطلق الجمال، من هون حتى وصلنا العالمية كان جورجينا رزق ولا هلأ ياسمينة زيتون. من عنا أهم طب إذا بدك، نحن اليوم بدنا لبنان يرجع يكون مستشفى الشرق مش بس سويسرا الشرق. هذا الفورم رح يكون تحت سقف واحد 3 فئات يلي هن البيوتي الجمال ويلي هي بتأثر على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية، ومن هون نحن عم نغير وعم نعزم كل العالم يجوا يزورونا تيشوفوا بالمنصات ولا من المشاركين انه لازم تغيروا طريقه عيشكم. ومن هون مع دكتور جاد نعمه اطلق الحركه اللي اسمها ويل بينج اللي هي الصحه النفسيه. خلينا نشوف نحن وياكم والمشاهدين تيزر صغير ونرجع. يعني فعلا مع هذا التيزر بنرجع بنذكر وبنقول انه هالمعرض عم بيصير بفورم دو بيروت، وعندكم مثل هيك عباره مستعملينها بهذا المعرض انه لبنان عنده 4 فصول. هل نحن بحاجه انه نذكر انه لبنان عنده 4 فصول؟ جاد مصاي، اول شيء يعطيكم العافيه. لبنان نعرفه كثير منيح انه من اجمل البلدان بالعالم، ونحن عايشين فيه مزبوط انه عم نعيش حاله صعبه، حاله اجتماعيه ونفسيه واقتصاديه، اللي نحن عم جرب نشوف انه نشوف ال4 فصول ونعيشهم ونستفيد منهم. انا كطبيب يعني نحن بنعرف كثير منيح انه الصحه هي اهم شيء عند الانسان، مثل ما بنقول العقل السليم هو بالجسم السليم، والعكس كمان صحيح. سو يلي انا حبيته انا والست هنادي هو انه نرجع شوي مفهوم الصحة بلبنان ونفسر للعالم قد ايه أهمية الصحة، قد ايه شيء مهم لنا ونعيشها كل يوم بيومه. الويل بينج هو مفهوم كتير واسع موجود بكل البلدان المتقدمة نوعا ما. الويل بينج هي حالة بتعكس الصحة والسعادة عند الإنسان. اللي عم جايبه أعمله أنا والست هنادي أن نرجع نخلي العالم يفهموا مفهوم الصحة، الصحة الأساسية والمضبوطة. لما نحكي ويل بينج هي عادات لازم كل يوم نعيشها، عادات جيدة يلي رح تخلي الإنسان يشوف حاله فيها ويعيش بطريقة أحلى، يلي هي بتوصل للهابينس كور إندكس، الكواليتي أوف لايف يلي هي بتحسن جودة الحياة. ومن هون أطلقنا الويل بينج موفمنت يلي عم ببلش بالفورم دو بيروت. والصحة بكل
بوسعها بال 2024 ما بقى بتتجسد بس بالمرض وبالعلاج تبعه، هي مفهوم كتير واسع، وين عنا الصحة الجسدية، عنا الصحة النفسية، عنا البودي إيمج. سو الإنسان صار ككل يعني بناخده بكل حذافيره، وهون مهم إنه نعالج ونشوف الإنسان من هالناحية. سو لما بنحكي من الويل بينج، هون عم نطلقه بالفوروم دو بيروت كتحت سقف واحد، عم نجمع كل هالأشخاص اللي وعنا كتير منيح بلبنان نعرف كهالشين، وعنا خبرة يعني عم بروح على كل بلدان العالم ويلي هن موجودين عنا، وأيام كتير موجودين وعم بيشتغلوا بس ما حدا عم بيكون بيعرف أهميتهم على صعيد الصحة. هون إلنا بتحت هذا السقف الواحد تحت الفوروم دو بيروت عم نجمع كل هالطاقات البشرية والطاقات الاجتماعية، وين رح نقدر نوصل هالمسج إنه هيدي العادات السيئة اللي عم نعيشها أيام فيها نحولها لعادات جيدة، إن كان بالفيزيكال ويل بينج من ناحية اللايف ستايل الحركات الجسدية فيها نعملهم، إن كان من ناحية البيوتي البيوتي سكشن تبع البيوتي اللي هي أنفات ما لنا بيوتي بحد ذاتها قد ما هي البادي إيمج، يعني هي الواحد كيف يشوف الذات تبعه. وعندنا الويل بينج اللي هو البيانات اللي هو له علاقة بالصحة النفسية يلي هي أساس المشكلة. سو نحن بنعرف قد هي الضغط النفسي اللي عم بيؤدي للأمراض الجسدية. سو هون نحن شفنا إذا قدرنا نوصل المساج أو نوصل إنه هالعادات نخفف ستريس عن الإنسان، أوتوماتيكلي بنعرف إنه صحته رح تكون أحسن. وأيام عادات كتير بسيطة بنستعملها مثل الستريس مانجمنت، مثل البريسينج ثيرابيز، هذا بنسميها الطب الوقاية البريفنتيف ميديسن، أو في عن الالترناتيف ميديسن يلي هو الطب البديل يلي أيام كتير كان قديماً ما كنا نشوفه ما كنا نعطيه أهمية، بس شفنا بهالأيام قديش الطب البديل فيكون عنده أهميته بكتير من أيام ويساعد أنه يحسن حياتنا ويحسن جودة الحياة. دكتور قديه رح بيكون في كمان توعية حول استخدام الأدوية؟ لأنه نحن هنادي يعني معودين بلبنان ناخد على صحة السلامة أو ناخد ببعض الأوقات لأنه حدا من معارفنا استفاد على هيدا الدواء، فهون كمان بتخيل أنه التوعية كتير مهمة، رح تشتغلوا على هيدا النقطة؟ سؤال كتير مهم، لأنه هيدا كله له علاقة بالpreventive medicine اللي هو نحن الدواء بحد ذاته مزبوط انه ايام كثير بيفيد، بس ايام كثير كمان عم بيكون سوء استعماله عم بيضر. سو نحن اللي عم نعمله هون كمان عم نوجه الاشخاص تنعطيهم الالترناتيف لهالادويه تنساعدهم قبل ما يوصل الادويه يستعملون تما نوصل لهون، واكيد اذا احتاجنا الدواء نعرف نستعمله باي وسيله، مش انه نستعمله تحت كيف ما كان حكيم. اكيد اكيد اشرف حكيم. مشان هيك بالفوروم دو بيروت رح نجمع كل هالأطباء وكل العاملين بالقطاع الصحي يكونوا هون بعيد عن المستشفيات وعن العيادات، يكونوا أقرب للناس يقدروا يتحاوروا معهم يوصلوا المسج بالطريقة المناسبة للعالم تفهم أهمية الصحة اللي عندهم إياها وكيف فيهم يتفادوا من الأمراض اللي عم بيعيشوها بالطريقة الأنسب. نعم هنادي، هالمعرض هل يا ترى كمان بيتضمن مثلا الطب التجميلي، الرياضة، التمارين؟ هو هذا المعرض إذا بدك رح تكون مثل ثقافة تالواحد يغير نظرته بالحياة. رح يكون في أربع ستيجز، أربع منصات. أول ستيج هو عن كل إذا بدك الميديكال والحكمة اللي عم بيحكوا عن الالترناتيف ميديسن، هوليستيك ميديسن، preventive medicine، وكمان حيكون في البراند امباسادورز تبعونا عم بيعملوا توعيه حول اللي قلنا عنها هي الصحه النفسيه والجسديه والبادي ايمج اللي هي البيوتي. ورح يكون في بيوتي ستيج عنا وين كل الطاقات اللبنانيه اللي عنا هون كان هير، ميك اب، تالنتس، كلهم رح يكونوا عم بيقولوها. ورح يكون في لايف ستايل ستيج كرمال تعلموا العالم كيف يعملوا يوغا، بيلاتيس، حتى يعني اذا بدك نوعا ما حتى هايكينج، سيرفينج، انه نغير اذا بدك توعي عند الاهالي انه من هن وصغار فيهم يبلشوا يعملوا هالاكتيفيتيز بدل ما يضلهم على الايباد. كل يعني كل شغله رح تكون عم بتاثر على حياتهم على المدى الطويل. مش هيك من هون نحن نتمنى انه كل الجامعات وكل المدارس من هونيك، يعني هذا الفورم مش بس
البزنس مان، هذا الفورم للعيال تيتعلموا انه يتذكروا إن اول شيء نحن بلبنان عندنا اورجانيك فود، تعلموا كيف تاكلوا، مش بس كل شيء اكيد السهر يلي هو بيروت، بس انه مش كل شيء سهر، انه في اورجانيك فود. عندنا الاربع فصول من هون يلي هو البحر والجبل، من هون نحن عم نعمل بارتنريا مع كثير ميديكال سنترز يتذكروا انه في ديتوكس، عم بيسافروا العالم لبرا تيعملوا هيدي الديتوكس والريتريت. بس نحن عندنا كل شيء، نحن عندنا هو بحد ذاته البلد لبنان يلي هو ديتوكس. ومن هون انا بعزم كل العالم بالدول العربيه يرجعوا يتذكروا نحن لبنان، انه نحن انه البلد الوحيد اللي عنده هالاربع فصول، نحن البلد الوحيد اللي من عنا طلعوا الطاقات، واللي مش هيك نحن هون عم نقول اذا بدك الهجره العكسيه معاكسه. انا ديتوكس للعقول، طريقه التفكير تبعنا بس حتى نمشي على كل شيء. عن جد ما هي الصحه النفسيه يعني هيدي نقطه الانطلاقه صحيحه اللي كثير عم نحط عم نضوي عليها. هيدي الثقافة القديمة اللي عنا إياها شوي نحولها شوي شوي. أكيد شغلة صعبة وبدها وقت، أكيد مش من يوم للتاني رح يصير فيها هيدا التشينج، بس أكيد عم نبلش من محل منطلق صحيح، عم نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا، ومن هون أكيد رح يكون. والويلبينج موفمنت اللي أطلقناه منه بس عبارة عن الفورم وبتوقف هون، هو منتدى رح يكفي على مدار السنة، على مدار على كل الأراضي اللبنانية وين ما كان، بالجامعات بالمدارس. هذه الثقافة اللي نحن عم نجرب نبلشها انه نطلقها عن جديد، انه نبلشها من الصفوف، انه يعرفوا من الصفوف الابتدائية قد ايه مهم الواحد ينتبه على صحته، ياكل منيح، ينام صحيح، مضبوط، لايف ستايل يعني. مضبوط، بادي مايند اند سول، كل اللايف ستايل يعني exactly. العناصر الثلاثة مضبوط، هذه هي من جوا لبرا، ومن برا لجوا، لانه بتحسي حالك حلوة كم تأثر على نفسيتك يعني. طبعا يوم تضافينا مش معمولين انا بنهار يعني تتعب نفسية الواحد على فوق. مضبوط، البادي ايمج بياثر كثير خاصه على المراه، وهلا كمان صار ياثر على الرجال. هنادي، طب هالمعرض فينا نعتبر انه نوع من الترويج للسياحه اللبنانيه؟ مزبوط، نحن بحب اقول انه رغم كل الظروف الاقتصاديه هن العالم ساعدونا، مش الكبار، العالم هن مثلي مثلك ساعدونا نعمل، لانه بدهم خلص يعني بدهم مثل اذا بدك سولوشن للي عم بيصير بلبنان، بدهم هيك اسكيب، بدهم هوب، اتس هوب، انه رغم كل الظروف الاقتصاديه قدرنا نعمل معرض بظرف شهرين. قد ما هالقد لبنان بحاجه، قد ما هالقد اصلا حيلا انسان بحاجه لهيدي البيانات اللي موجوده من جوا لبرا اللي عم نقولها. مش بس هيك، انه في تخبط كان قبل بلبنان، احنا عايشين بمثل سايكلز فايمه يعني مسكر الدائره، يعني نحن عم نعمله انه عم نعطي افق للعالم، صح، عم نعطي افق وعم نعطيهم ادوات بايديهم تيشوفوا هن شو الانسب ويطلعوا من هذا الجو اللي عايشين فيه، وبنفس الوقت عم نعطي شانس لكل اللبنانيين اللي عايشين بريت لبنان وحتى الاجانب بيوصلوا على لبنان تيشوفوا هذا الوجه الحلو عنا اياه بلبنان بحيال الفصل اللي كنا فيه، فيها نستفيد ان كان من الجبل او من البحر. مش هيك عم نعطي كثير اهميه لكل الاشخاص بلبنان يلي هن اكسبرت خبراء بالجبل بالهايكينج بالسيرفينج على البحر، يفرجوا هالوجه الحلو تبع لبنان، وفي كثير منهم يعني حبوا الفكره وموجودين معنا يعني. انا بدي اعرف الدكاتره دكتور جاد، هل كان في صعوبه باقناعهم بالمشاركه، وهل رح بيكونوا دون مقابل، هل رح يكون في عن جد اخذ وعطى مع كل الزوار؟ بالعكس، يلي انا عملته من اول ما بلشنا بالفورم هو انه نطلق منصه وين فينا عن جد يكون في عنا برزنتيشن وسبيكرز موجودين، ان كانوا اطباء او بالقطاع الصحي، عاملين بالقطاع الصحي، بسيكولوج، فيزيوثيرابيوت، لانه هذا كله بيدخل ضمن الصحه النفسيه والجسديه، وكلهم كانوا موالين على نفس الشيء، انه كانوا كلهم مقتنعين من اهميه هالشيء. وبالعكس هن اللي كانوا عم بيطالبوا انه ليش اكيد لازم نمشي بهالقصص، انه حاسين انه في طلب مهم بس انه ما كان موجود حاجه كبيره، حاجه موجوده اذا بدك يمسكها للقصه يعني. كله بيحكي انه بس في صحه وفي فصول وفي سيرفينج وفي سكينج وفي جبل، بس ما حدا قال ليه ما بنجمع كل هيدا الموضوع. وفي شغله كمان مهمه هي السوشيال ميديا، ايام كمان مش دائما بتكون المعلومات صحيحه، العالم بتضيع. اللي عملناه هون جبنا كل الخبراء اللي عم بيعطوا الانفورميشن المضبوطه للعالم تعرف الصح من الغلط، طب ما بقى يضيعوا يفهموا شوي، اهل ساعه 100% يكون في ناس اهل ساعه عم بوصلوا مسج. هنادي، بس عم نحكي عن الصحه النفسيه، نحن بنعرف في كثير ناس عندها ثقافه محدوده حول الصحه النفسيه، وبس تقولوا لهم انه انتم بحاجه لمعالجه او انكم تقصدوا بسيكولوج او بسيكياتر بيرفضوا هذا الشيء، بيعتبروه نوع من العيب او من التابو. كيف بدنا نقنع هيدا الناس؟ مزبوط، مش هيك هيدا الفورم، وانا من العالم يلي انا اكتشفت قد ايه البسيكولوجي بظرف شهر او شهر ونص بتغير لك حياتك يعني.
يعني أنا رغم كل شيء اللي صار خاصة هالجمعة بلبنان وبالأوضاع يعني ريجنلي، أنا اكتشفت إنه قد الواحد بده يكون منتل هيلث يكون قوي ويضل حاطط براسه شغلة تا يقدر يوصل له. والمنتل هيلث ما في شيء عيب، كان بسيكولوجي ولا حتى بسيكولوجي فيها تكون أيام بس تحطي ميوزيك ثيرابوتيك، يمكن تكتشفي إنه أنت عندك هوبي صغير إنه بتحب الرقص بس ما كنت مكتشفتيها لأنه كان عندنا عقلية سبيسيفيك عند أهلنا، ممنوع ما بعرف تعملي باليه، ممنوع تعملي بيانو، بدك تطلعي يا حكيم يا مهندس، مع كل احترامي دكتور يعني بدي يكون في إنه فريمون إنه يو ليت جو. دونك ما في شيء عيب بالعكس، يعني it's solving problems. وقد ما هيدا شيء كتير طلع لنا إذا بدك بظرف شهر ونص قدي صار في عنا استجواب، رح نكون برياض من 7 لـ 9 أكتوبر سعودي بيوتي أند ويل بينج فورم دو 7 لـ 9 أكتوبر 2024، وكمان إن شاء الله بكويت بجانفي. يعني هالقد صار في طلب، في طلب هي المنتل هيلث بكل البلدان العربية شوي في خوف من هالشيء، مع انه هو بالعكس المنتل هيلث هي اهم شيء عند الانسان، هي اللي بتخليه يعيش اسعد بسعاده اكثر، ينبسط اكثر، يشوف الاشياء بسهوله اكثر. ودائما كان عندنا هيدي الصعوبه نفهم للعالم قد ايه مهمه، يعني ياما عندي ناس بيجوا عندي على العيادات عندهم مشاكل لها علاقه بالمنتل هيلث يلي هي عم تتطور لمشاكل جسديه، وبقول لهم لا لازم تبلشوا بالمنتل هيلث تبعكم تتحلوا مشاكلكم، لانه قد ما كنا عم نعالج مشاكل جسديه اذا ما وصلنا للمشكله الاساسيه ما رح نحل المشكله. وشوي شوي عم بلاحظ انه بلش يصير في شوي قبول اكثر على الفكره، سو مشان هيك لقينا انه هلا الوقت المناسب انه لازم بقى انه نوصل نقطع هيدا ستيب، وانه المنتل هيلث تكون اساس الفكر والصحه اللي عم نعيشها. سو هون اهميه المنتل هيلث، وبالفورم دو بيروت رح يكون في عنا كثير شق مهم له علاقه بهيدا الشيء بالمنتل هيلث، وكل العادات والادوات الموجوده حدها، يعني مثل ما كانت عم تقول ست هنادي، في عنا الميوزك ثيرابي، في عنا الارت ثيرابي، في عنا الاروما ثيرابيز، ما في كثير اشياء بتساعد بالمنتل هيلث وبتساعدنا نكون نحس حالنا احسن تنكون نحن بجسم احسن 100%. بدنا نرجع نذكر المشاهدين انه التاريخ هو من 18 ل 21 بالفورم دو بيروت، على امل انه تبرموا كل المناطق اللبنانية كمان. وذكرت هنادي أنه عندكم سعودية قريباً مزبوط. وقطر أيضاً، فالاستفادة كويت عفواً الاستفادة بتكون أكبر وأوسع للكل مزبوط. يعني بعد ما رجعنا أخذنا كل التفاصيل حول هذا المعرض رح نرجع نذكر كل المشاهدين أنه بالفورم دو بيروت من 18 ل 21 نيسان. بدنا نتشكرك هنادي داغر مؤسسة منتدى بيوتي أند والبينج، وأيضا دكتور جاد نعمة شريك مؤسس في منتدى الوالبينج، أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. ميرسي بوكو، بست اوف لك. زوروا موقعنا alphatv.com، تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا، اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.